سبحان الله العظيم. وجل عن الشركاء وأبدع كل شيء كما يشاء، سبحانه ملأ القلوب من هيبته والأرواح من عظمته، وعمر الأكوان بحكمته، وطوق الأعناق بنعمته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وخير الممات وخير الممات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا توفيقا ينير لنا الطريق، وهداية تقينا العثرات، وعناية تأخذ بأيدينا إلى الحق، ويقينا تصرف به عنا اللبس والشبهات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من السكوت عن الحق، ونعوذ بك من مداهنة الخلق، ونعوذ بك من جرأة السفهاء، ونعوذ بك من الاستخفاف بالعلماء، ونعوذ بك من معاداة الأتقياء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أقصى مطالبنا، اللهم اجعل أقصى مطالبنا وجهك ورضاك،
وجهك ورضاك. اللهم اجعل أقصى مطالبنا وجهك ورضاك، واجعل منتهى رغباتنا عفوك يوم نلقاك، عفوك يا ربنا يوم نلقاك. اللهم ارحم يوم العرض عليك ذل وقوفنا يا العرض عليك ذل وقوفنا. إلهنا عظم سلطانك على شأنك، ظهر أمرك لا يمكن الفرار منك، إلهنا أذقنا حلاوة مناجاتك، وارزقنا بحبوحة جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن نساق إلى الجنة زمرا، اللهم اجعلنا ممن نساق إلى الجنة زمرا. اللهم املأ قلوبنا بك فرحا، واملأ ألسنتنا لك ذكرا، واملأ جوارحنا بك شغلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المرجوة بقلوب طامعة وبأعين دامعة، اللهم اكتب لنا في هذه الليلة واكتبنا من عتقائك من النار. اللهم لا تجعل النار لنا مقيلا، لا تجعل النار لنا سكنا، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار يا ربنا أجرنا من النار، يا مولانا أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا من قلت أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، اللهم اجعلنا منهم، ووالدينا وأهلينا والمسلمين والمسلمات
فاطر الأرض والسماوات إلهنا هذه أيدينا ما رفعت لسواك هذه جباهنا ما سجدت لعداك إلهنا من الذي عاملك فلم يربح ومن الذي التجأ إليك فلم يفرح ومن الذي وصل إلى بساط قربك واشتهى أن يبرح إلهنا نسألك أن تنظر إلينا في هذه الساعة فتنزل علينا رحمة منك وحنانا من لدنك تغنينا بها عن رحمة وحنان من سواك إلهنا نشهدك يا ربنا أننا نحبك يا ربنا نحبك اللهم ارحمنا بهذا الحب اللهم تجاوز عنا بهذا الحب اللهم اعتق رقابنا من نارك بهذا الحب برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وتربص الشيطان بنا إلهنا نشكو إليك ذنوباً أرهقتنا ومعاصي أثقلتنا اللهم يا الله اللهم فاغفرها لنا بقولك كن فيكون فإنه لا يتعاظمك شيء إلهنا تقبل صيامنا تقبل قيامنا تقبل صدقاتنا وسائر أعمالنا اللهم اجعلها من أجلك وابتغاء مرضاتك نسألك يا ربنا الإخلاص ومن النار بالخلاص برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا نسألك يا مولانا نسألك لمن أحسن إلينا وهو في قبره اللهم ارحم الشيخ زايد اللهم أنزل على قبره شآبيب الرحمات نوّر له في قبره وسع له قبره واجعل أنيسه عمله الصالح يا الله اللهم بارك في حسناته إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبيك ومصطفاك وحبيبك ومجتباك وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أكبر.